هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رحلة إلى باريس، الحلقة الأولى. مرت كل الإجراءات عادية في مطار ابن بطوطة. أقلعت الطائرة المتجهة إلى باريس. كان الوقت مساء. لما ارتفعت الطائرة فوق طنجة، بدت أضواء شوارعها متناثرة كاللؤلؤ. نظرت الحاجة مينا إلى الأسفل، حاولت عبثا أن تتبين ملامح حيها، ثم اختفت تلك اللآلئ المتناثرة. على مسافات متباعدة صار يظهر نور هنا ونور هناك. كانت الحاجة مينا المخلص قاصدة إلى باريس، حيث ستمكث بعض الوقت لدى ابنتها ميساء التي كانت تنتظر مولودها الأول. بجوارها في الطائرة جلس رجل وامرأة حسبتهما زوجين، كان على متن الطائرة لما امتطتها. ستعلم لاحقا أنهما ركبا في الدار البيضاء. على مدى الساعة الأولى من الرحلة لم تبادلهما أي كلمة سوى ما كان من ابتسامة محتشمة حين كانت تلتقي نظرتها مع نظرة تلك المرأة التي جلست بجانبها. الرجل الذي يحمل في وجهه لحية بيضاء شذبها بعناية كان يعتمر طربوشا أبيض من تلك الطرابيش التي عادة ما يوزعها العائدون من موسم الحج أو العمرة تذكارا من الديار المقدسة. لم يشكل ذلك أي اختلال في أناقته. البذلة الرمادية الداكنة وربطة العنق التي يغلب عليها اللازواردي والحذاء الأسود الجديد، كل ذلك يجعل من الرجل شخصا محترم المظهر. كان الرجل قد أغرق في مجلة كتبت بلغات ثلاث. ثم فكت عقدة لسان الحاجة مينا وسألت المرأة التي بجانبها، ستقول لها إن اسمها الباتول وإنها تنحدر من عائلة مكناسية معروفة استقرت في الدار البيضاء. ستعلم منها وسريعا أيضا أنها ذاهبة إلى باريس لإجراء بعض الفحوص الطبية. قالت إنها تعاني من الروماتيزم. لم تفوت الحاجة مينا الفرصة لتقول لها إنها أيضا تعاني من الروماتيزم. لم تجرؤ أي منهما أن تقول إنه عياء السنين وثقل العمر الذي يتقدم. وحتى إن قالتها إحداهما فسوف لن يتناغم ذلك مع الجهد الذي بذلتاه لتبدوان أصغر بسنوات من عمرهما الحقيقي. لا بأس. صمتت المرأتان عندما صدح صوت المضيفة بأن الطائرة ستباشر الهبوط إلى مطار شارل دوغول. ستعود المضيفة لاحقا لتذكر الركاب بضرورة ربط الأحزمة وألا يغادروا مقاعدهم قبل التوقف الكامل للطائرة. ثم تم الهبوط وحطت الطائرة بسلام. كانت الساعة تقترب من 11 ليلا، وقد أخبرت المضيفة بأن درجة الحرارة خارج الطائرة 19 درجة. لا مجال للمقارنة مع حرارة غشت التي خلفتاها وراءهما في الدار البيضاء وطنجة. لما كانت بين المصطفين في انتظار ختم الجوازات، اكتشفت الحاجة مينا أن الرجل ذا اللحية المشذبة بعناية يستعين بعكازين. كان يجر حقيبة متوسطة وفي يده حقيبة صغيرة تبدو وقد حملت أكثر من طاقتها. كانت الباتول تلك التي سافرت بجوارها قد اختفت وانصهرت بين المسافرين. ثم لمحتها، لوحت لها بيدها وابتسمت. كان الصف يتقدم إلى شباك شرطة الحدود. مظهر الرجل بجوارها يدعو إلى الشفقة. تساءلت لما لا توجد الباتول بجانبه؟ أليست زوجته؟ في الحقيقة هي لم تعلم. الرجل كان بجوارها ولم تسألها. لما جاء دوره ليقدم جواز سفره، طلب منها بنظرة لم تخل من توسل أن تمسك حقيبته اليدوية. أخرج من جيبه جواز سفره وقدمه إلى الشرطي.
كان عليه أن يسترجع منها حقيبته ولكنه لم يطلبها. ختم جواز سفره ومضى. ظنت الحاجة مينا أنه سينتظرها. تقدمت إلى شباك شرطة الحدود ودفعت جواز سفرها. تفحصه الشرطي وقبل أن يختمه سألها عن وجهتها. قالت له إنها ستبقى في باريس لفترة عند ابنتها. نظر إليها ونظر في جواز السفر، ثم رأته يقوم بتلك الحركة التي ترافق وضع الختم على الجواز. أعاده إليها. على بعد أمتار شاهدت الرجل ذا العكازين ينتظر، ولكن امرأة من الجمارك استوقفتها وسألتها عما إذا كان لديها ما تصرح به. ظلت الحاجة مينا تنظر إليها بابتسامة، ثم أشارت الجمركية إلى الحقيبة التي في يدها، تلك التي تسلمتها من الرجل الذي كان جالسا إلى جانب الباتول. سلمتها الحقيبة والتفتت إلى تلك الجهة حيث كان يقف ذو العكازين. رأته يغادر المكان مسرعا. انتابها خوف وشك. حتى الباتول اختفت. تم وضع المتاع الذي معها في جهاز الكشف بالأشعة. يبدو أن لا شيء استرعى الانتباه. حملت حقيبتها وتلك الحقيبة اليدوية. لما غادرت قاعة الوصول ظنت أنها ستجد الرجل في انتظارها، ولكنه تبخر. كانت الباتول تنتظر دورها لتركب سيارة أجرة. اقتربت منها وسألتها إن كانت رأت الرجل الذي كان يجلس بجانبها في الطائرة. قالت لها إنه غادر مع شخصين كان ينتظرانه. لحظتها فقط أدركت مينا أن الرجل لم يكن زوجا للباتول. في تلك الأثناء ظهرت ابنتها ميساء برفقة زوجها عماد. كان حملها ظاهرا. بعد عناق حار انطلق الثلاثة إلى السيارة. لما وصلوا إلى المنزل وشرعت الحاجة مينا في إخراج ما في حقيبتها، باحت لابنتها بقصة الحقيبة اليدوية التي تسلمتها من الرجل ذي العكازين. كان عماد ينظر إليهما وقد اقتعد ركنا من الصالون. تعمدت الحاجة إشراك سهرها في الموضوع. حكت له كيف أن الرجل طلب منها أن تساعده بأن حملها حقيبته اليدوية، وكيف اختفى بعد أن شاهد موظفة الجمارك تطلب منها إدخال الأمتعة في جهاز سكانر. كان الثلاثة يتساءلون عما يوجد في تلك الحقيبة اليدوية التي تبدو وقد تم حشوها بما يفوق طاقتها. نهض عماد من مكانه، أمسك بالحقيبة، تأملها قليلا ثم قال وهو يضحك: استعدوا، سنفتح الحقيبة. رسمت يده محيط الحقيبة متبعة السلسلة، ثم رفع الغطاء. كان محتوى الحقيبة ملفوفا بعناية في ثوب أحمر. أزاحه عماد بحذر ثم وضعه جانبا. هناك ملابس: بنطلون أسود وقميص مقلم. وفي أسفل الحقيبة اليدوية علب عطور من ماركات معروفة. كان الجميع مستغربا أن يحمل الرجل معه تلك العطور وبذلك الكم الذي يفوق الحاجة، بيد أنه مسافر إلى حيث ماركات العطور الأشهر على مستوى الكون. قد يكون اشتراها من المطار، من تلك المحلات التي تخلو أسعارها من الضرائب. أمسكت ميساء بواحدة من تلك العلب، مزقت الغشاء البلاستيكي الشفاف ونفذت أناملها إلى جسم العلبة. فتحتها، ليس بداخلها زجاجة عطر، كانت تحتوي على رزمة من الأوراق النقدية، كلها من فئة 100 يورو، 100 ورقة، 10,000 يورو. لكن تساءل عماد لماذا هرب الرجل. نظر إلى حماته فجاءت نظراتها متسائلة، بينما كانت ميساء ترسم على وجهها علامات استغراب. هل تكون تلك الأوراق المالية زائفة؟ في علب أخرى تم اكتشاف رزم أخرى من الأوراق المالية، نصفها بالدولار ونصفها الآخر باليورو. ظن عماد، ووافقته الرأي زوجته ميساء، أن الرجل كان يريد تهريب تلك الأموال التي يبدو أنه حصل عليها بطرق مشبوهة. كانت الحاجة مينا تواصل إخراج ما في تلك الحقيبة لما لمست يدها في جيب داخلي شيئا صلبا. كان ذلك الشيء الذي لم تهتد بعد إلى تحديد طبيعته ملفوفا في كيس بلاستيكي. أخرجته. لما نظرت إليه ألقته أرضا
إنه مسدس، قالت الحاجة مينا وتراجعت عن الحقيبة. التقطه عماد، تعمد ألا يخرجه من الكيس البلاستيكي. كان مسدسا حقيقيا ومعه قطعة تشبه خزان الرصاص. كانت الحاجة وابنتها تنظران إلى المسدس في يد عماد وقد تملكهما الخوف. نظرت ميساء إلى أمها وقالت: كم مرة نصحتك بأن لا تأخذي متاعا من أحد وأنت تسافرين؟ تصوري لو أن رجال جمارك المطار دققوا النظر قليلا إلى شاشة سكانر. لم تنطق الحاجة مينا بكلمة. اقترب عماد من الحقيبة وبدأ في تفتيشها تفتيشا دقيقا. عثر بها على بطاقة تعريف وطنية، كانت لرجل اسمه الهشم الفقيهي، عنوان سكناه الدائرة 8 بباريس، رجل في العقد الرابع من العمر، مهنته تاجر. لم تنطق البطاقة بأكثر من ذلك. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رحلة إلى باريس، الحلقة 23. جاوزت الساعة 1 صباحا، لم يغمض جفن للثلاثة، الحجة مينا وابنتها ميساء وزوج ابنتها عماد. لغز تلك الحقيبة اليدوية التي تسلمتها في مطار شارل دوغول من ذاك الرجل الذي يمشي مستعينا بعكازين يحيرهم. علب العطور كانت تحمل 80,000 يورو و25,000 دولار. كانت تلك الأوراق النقدية مثار شبهة، والأكثر إثارة للقلق ذلك المسدس الذي كان في الحقيبة مع خزان الرصاص. راودتهم فكرة التصرف في المال والتخلص من الملابس ومن المسدس، ولكنهم ما لبثوا أن تراجعوا. بطاقة التعريف الوطنية التي عثروا عليها في تلك الحقيبة تحمل اسما وعنوانا، كانت لرجل يسمى الهشم الفقيهي ويسكن الدائرة 8 بباريس بشارع دولابوم. قال عماد إن هذا العنوان لا يبعد كثيرا عن سكنه. سألته زوجته ميساء إن كان ينوي الاتصال بالرجل، كاد يرد بالإجاب لما تنبه إلى أنها إنما كانت تقصد تحذيره من فعل ذلك. قال لها إنه سيتصل بصديق له يعمل في الشرطة وسيستشيره في الأمر. ثم جمع كل ما عثر عليه في تلك الحقيبة وآوى الثلاثة إلى فرشهم. كانت الحاجة مينا مشغولة البال، ضميرها يؤنبها الآن. لقد أقحمت ابنتها وزوج ابنتها في مشكلة لم تكن تعنيهما، وأقحمت نفسها في مشكلة لا تدري الآن كيف ستنتهي. لم تنم، لاح من وراء الستار ضوء صبح مشمس. نهضت من السرير ودفعت الستار إلى الجانب، فتحت النافذة وأطلت برأسها على الشارع. كانت وتيرة حركة المرور بطيئة. نظرت إلى ساعة معلقة على الجدار، كانت تشير إلى 7 صباحا. من عمق المنزل جاءتها رائحة قهوة، وسمعت جرس شواية الخبز حين يلفظ القطعة، ثم وقع خطى. عرفت أن ميساء مستيقظة، ولذلك لم تتردد في فتح باب غرفتها. مضت إلى المطبخ، كان هناك. هل نمت قليلا ماما؟ قالت ميساء. كلا لم أنم. ولا أنا، قال عماد. أضافت الحاجة مينا: لا أخفيكما أن التفكير في قضية تلك الحقيبة أرقني. تناولوا الفطور. غادر عماد إلى عمله في مختبر للمواد الصيدلية، وعد حماته مرة أخرى بأنه سيحاول البحث عن مخرج من المشكلة دون أن يغوص في التعقيدات. سيكون عليهم أن ينتظروا إلى المساء حتى يعود عماد بما يتعين القيام به. في حدود 10 صباحا سمعت ميساء جرس الباب يقرع.
رفعت سماعة الانترفون. نعم، من أنتم؟ جاءها صوت رجل قال: نحن من شركة ماكس لسباكة، لقد تلقينا منكم اتصالا، هل سمحتم لنا بالصعود لنعاين؟ فاجأها الرجل، ليس لديها علم بأن عماد اتصل بشركة لسباكة، ثم إنها لم ترصد أي مشكل في قنوات المياه أو الصرف الصحي. أجابت الرجل: سيدي، ربما أخطأتم العنوان، نحن لم نطلب أي خدمة من أي شركة لسباكة. ولكن صوت الرجل عاد ليسأل: أليس هذا منزل عماد المواجني؟ نعم، هو منزله، ولكن أؤكد لكم سيدي أننا لم نتصل بكم ولم نطلب إجراء أي إصلاح في البيت. طيب سيدتي، نرجو المعذرة. ساورت ميساء شكوك، بدا لها أن الذي قرع الجرس وادعى أنه موفد من شركة السباكة إنما كانت له غاية أخرى. مضى تفكيرها إلى ما اكتشفوه في تلك الحقيبة. بلا تردد أخذت هاتفها وركبت رقم زوجها. بدا قلقا وهو يرد، لم يتعود أن تهاتفه في أوقات العمل. طمأنته قبل أن تبلغه بأن أحدهم قرع الجرس وزعم بأن شركة ماكس للسباكة التي يعمل فيها تلقت طلب خدمة من منزل عماد المواجني. نفى عماد أن يكون اتصل بأي كان، قال لها أن تبلغه إن عاد. لم يعد. في الخامسة عصرا كما عودها جاء عماد إلى البيت، وما أن أخذ مكانه في الصالون حتى بادرته بالسؤال: هل من جديد؟ لا، صديقي جون بول في عطلة وقد سافر إلى خارج باريس، سننتظر حتى يعود. قالت له إنها تخالفه الرأي وإن الأمر يقتضي علاجا سريعا، ثم بلا تقديم ذكرته بالذي جاء يقرع الجرس في الصباح. أفضت إليه بأنها خائفة، يبدو لي أن أصحاب تلك الحقيبة يريدون استردادها. ونحن لن نردها عليهم، قال عماد بنبرة غالبها الحماس. كانت الحاجة مينا تتابع النقاش بين الزوجين الشابين لما قرع الجرس. ألم أقل لك؟ قالت ميساء. نظر إليها وضحك ثم مضى إلى سماعة الانترفون. نعم، من أنتم؟ نحن من شركة الهاتف، طلب منا أن نأتي لإصلاح هاتفكم. ولكننا لا نملك هاتفا منزليا سيدي، أظن أنكم أخطأتم العنوان. هل لا سمحتم لي بالمعاينة؟ كان في رده ما يستفز. اسمع يا سيدي، أنا صاحب هذا البيت ولم أتصل بشركتكم. ثم أعاد السماعة إلى مكانها. نظرت إليه ميساء، كانت نظرتها تهمس له: ألم أقل لك إنهم يريدون الوصول إلى الحقيبة؟ تلقف الرسالة ولم ينبث ببنت شفة. كانت حماته الحجة مينا قد وضعت على المائدة صينية بها براد شاي وإبريق قهوة وحلويات أتت بها من المغرب. تناول بسرعة فنجان قهوة بالحليب والتهم بضع حبات من الحلوى ثم نهض. قال لميساء إنه ماض إلى دائرة الشرطة، طلب أن يقابل الكوميسير مارك بنوا شخصيا، قال إن لديه أمورا لن يبوح بها إلا إليه. لما استقبله كان يراجع ملفات وضعت على مكتبه. حكى له عماد قصة الحقيبة التي جاءت بها حماته والظروف التي تسلمتها فيها، ثم حكى له عن الأموال التي عثروا عليها والمسدس وبطاقة التعريف الوطنية. أدرك الكوميسير بنوا أن وراء الأمر قضية قد تكون قضية تهريب وربما جريمة قتل. العميد الذي راكم خبرة على مدى سنين طويلة قدر أن الشاب تصرف بحسن نية، ولذلك قرر أن يعالج الأمر بطريقة خاصة. طلب منه أن يحضر حماته في الغد إلى مقر الشرطة للاستماع إليها. أحضر ترجمان وتم تدوين أقوالها حيث تسرد تفاصيل ما حدث في المطار. تسلم العميد الحقيبة بكل ما كان فيها، الأوراق النقدية والمسدس وبطاقة التعريف الوطنية التي تعود للهاشم الفقيهي، وأعد محضرا رسميا تم توقيعه. كانت الخطوة الأولى التي قام بها المحققون زيارة إلى العنوان المدون في بطاقة التعريف الوطنية للهاشم الفقيهي في شارع دولابوم بالدائرة الثامنة. لم يكن الرجل موجودا،
وقد علم أنه يملك محلا لبيع الحقائب الجلدية في حي بارباس. قال مساعده في المحل إن الرجل سافر إلى المغرب إلى الدار البيضاء منذ أسبوعين. علم المحققون أنه لم يتصل بمحل تجارته منذ 10 أيام مضت. تبين أن الأوراق النقدية اليورو والدولار التي كانت في تلك الحقيبة سليمة. لم يظهر أثر للرجل الذي يحمل في وجهه لحية بيضاء شذبها بعناية. رفعت عدة بصمات من الأشياء التي احتوت عليها الحقيبة. تم استثناء البصمات التي تعود إلى عماد وزوجته وحماته، وبعث بأخرى إلى المغرب في إطار التعاون لتحديد هوية أصحابها. كانت البصمات الأكثر استقطابا للاهتمام تلك التي رفعت من على المسدس، كانت لرجل يدعى أحمد الرحيمي في 65 من العمر، متقاعد مقيم بفرنسا، عنوانه الأخير باريس الدائرة 17. قادت التحريات سريعا إلى محل الإقامة الجديد لأحمد الرحيمي، كان جارا للهشم الفقيهي في الدائرة 8، رجل عمل سنوات طوالا في شركة السكك الحديدية. يقول العارفون بأحواله إن مستواه المادي تحسن في السنوات الأخيرة، وإنه صار يكثر من السفر إلى المغرب. لما أمسك به لم يكن يستعين بالعكازين، كان يمشي سويا. تعرفت عليه الحاجة مينا، حاول الإنكار، ولما طوقته الحجج أقر بأنه صار يعمل مهربا للأموال من المغرب إلى أوروبا، وإن الهاشم الفقيه كان شريكا له، وإنهما تخصصا في تهريب أموال الأفراد الذين يبيعون ممتلكات لهم في المغرب. أكد أيضا أنه كان ينقل لمهربين أموالا من أوروبا لقاء عمولات سخية. كان يتظاهر في المطارات بأنه عاجز عن المشي إلا بالاستعانة بعكازين. قال إن ذلك طالما ساعده على الإفلات من عمليات تفتيش دقيقة. بعد أيام في مطار شارل دوغول قبض على الهشم الفقيه، وكان يحمل في أشيائه 50,000 يورو هربها من المغرب لحساب زبون له. تبين أن المسدس له وأنه نسيه في تلك الحقيبة. توبع الهشم الفقيه وأحمد الرحيمي بتهمة تهريب الأموال. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.